باختصار كيفية صلاة الوتر. الوتر أقله ركعة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الوتر ركعة من الليل، هذا أقل شيء يصليه الإنسان، ركعة واحدة، هذا أقل الوتر. والوتر ممكن تصليه ثلاث ركعات، وثلاث ركعات على صورتين. الصورة الأولى أنك تسردها سرد مثل الأخت الفاضلة، ما تجلس إلا في آخر الركعة الأخيرة التشهد، ما تشبهها بالمغرب، صلاة المغرب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب لحديث علي رضي الله عنه، وإنما تصلي ثلاث ركعات سردا تسلم في التشهد الأخير فقط، التشهد يعني ما في إلا تشهد واحد، التشهد الأخير. الصورة الثانية تصلي ركعتين وتسلمين ثم تقومين وتصلي ركعة واحدة، هذا وتر أيضا، الركعة الأخيرة هي الوتر والركعتين من قيام الليل. الصورة الثانية، الصيغة الثانية من صيغ أو من صور صلاة الوتر، خمس ركعات سردا، ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، تجلسين في الخامسة أو تجلس في الخامسة وتتشهد وتسلم، هذه كلها وتر خمس ركعات. الصورة الثالثة سبع ركعات، ركعة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، وتجلسون في الركعة يعني الأخيرة تجيبون التشهد وتسلمون، هذه كلها وتر. وهذا بعض الناس يقول أسهل لي، مثل الأخت أمة الله تقول أسهل لي. الصورة الرابعة، الرابعة ولا الخامسة؟ الخامسة. الصورة الخامسة تسع ركعات سردا، لكن التسع ركعات تختلف عن السبعة والخمسة. كيف؟ الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة نجلس، الثامنة نجلس للتشهد ولا نسلم. فإذا جبنا التشهد الأول قمنا، نجيب الركعة التاسعة ونجلس نجيب التشهد كاملا ونسلم، هذه تسع ركعات، هذه تسع ركعات. الصورة الأخيرة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما واظب عليها. اللي كان يواظب عليه صلى الله عليه وآله وسلم مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة اللي هي الحادي عشر، 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يصلي 13 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار. فأختي الفاضلة اللي قلتيه طيب، أن يصلي واحد ثلاث ركعات سردا أو خمس ركعات سردا، وإذا حبيتي سبعة أيضا، وإذا حبيتي تسعة تنتبهين، فالركعة الثامنة تجلسين للتشهد الأول تقومين ما تسلمين، وتجيبين الركعة التاسعة وتشهدين وتسلمين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في سؤال يمكن ينقدح في أذهانكم، أيهما أفضل؟ الأفضل ركعتين ركعتين ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. لماذا؟ لأن أكثر عمل، أكثر عمل، يعني ركعتين فيها تشهد وفيها سلام، طبعا التشهد وصلاة على النبي وسلام، ولما يقوم الإنسان ركعتين ثانيات فيها تكبير ودعاء استفتاح وسنن وتحيات وكذا، أكثر عمل. لكن بعض الناس يقول والله أنا أتعب، أنا أرى بأن هذا أسهل علي صحيا وبدنيا، طيب صلي ثلاثة أو سبعة أو تسعة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.